قلاب سيارة نقل محملة بفول على الطريق الدائري بالجيزة. شهد طريق الدائري بالجيزة حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالفول أمام القادم من المريوطية والطريق الزراعي اتجاه طريق الواحات والطريق الصحراوي، وده تسبب في كثافات مرورية. وعلى الفور انتقل قيادات الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث وجري العمل على سحب الكثافات المرورية لحين رفع آثار الحادث.